وصلنا إلى فقرة الظواهر والحصاد مع اثنين من كبار نجوم كرة القدم كلاعبين وأيضا كمديرين فنيين، نجم طبعا الأهلي الأسبق كابتن أحمد كشري. مساء الأنوار. مساء الأنوار كابتن مدحت، أهلا بيك. أهلا منور بك. يا رب يخليك يا كابتن تلمون. وطبعا نجم الزمالك الكبير الكابتن وائل قباني. مساء الأنوار يا أبو كباب. مساء الأنوار يا كابتن مصر حبيبي، وحشني كابتن. منور، ربنا يخليك بنورك. ربنا يخليك حبيبي كابتن. بداية اليومين دول أنت بعيد عن التدريب حاليا بعد أسوان. بالظبط، بعد واخد فترة استراحة محارب. استراحة إجباري. شغلة المدرب كده. يعني المدرب يشتغل شوية وبعدين الشنطة تبقى جاهزة. هو مش مشكلة ان المدرب طبعا الشغل ده برضو التوفيق والرزق ده بتاع ربنا طبعا، بس احنا العوامل عندنا او المقاييس عندنا في مصر مش مظبوطة يعني. لا يعني فيها ظلم كتير لناس، وفيها يعني بتدي احيانا بعض الناس اكتر من حجمهم، في مجاملات جدا في كل حاجة. بس واحد هيجيب مدير فني بمجاملة على حساب الفرقة مثلا او التقييم نفسه ما بيبقاش. بص يا كابتن مدحت، مش هنقول فيها مجاملة، فيها حسابات شخصية، وفيها احيانا بعض الـ انت عايزني اتكلم ليه؟ لا قول اللي انت عايز. اللي انت عايز اقوله قوله. بيزنس يعني، عايز تقول بيزنس. طبعا في حاجات، في كل حاجه موجوده للاسف. للاسف وللاسف كله بيبقى يعني ممكن يبقى الناس المسؤوله ملاش في يعني بعيد كل البعد، لكن لما يكون في المنظومه ناس بتتعامل بالاسلوب ده بتسيء لكل. انت كنت رايح المقص على ما اسمع في بدايه الموسم. فعلا. وتعثرت الامور. قعدنا واتفقنا مع رئيس النادي اللي هو محمد عبد السلام. طبعا ورينا الفاتحه وكل حاجه. وبعد كده ما الامور ما كانش. رجع الكابتن ايهاب. طبعا. لا الكابتن ايهاب يعني مدرب كبير وربنا يوفقه. لكن انا كنت بقول من المفروض زي ما انت كلمتني وقعدت معايا واتفقت معايا وقريت الفاتحه معايا وقلت لي خلاص انا معاك، وانا جالي على يعني بعديك اربع انديه اتكلموا معايا ورفضتهم عشان العهد اللي بيني وبينك والاتفاق، كان يجب ان انت تتصل بيا تقول لي والله في يعني مش هينفع، في احتمال انه مش هيتم وكده، وتقدر لكن انت تستقبل. سابوا الامور فتره عطلتني وانا رفضت على حساها حاجات كتيره. فيعني دي الحاجه الوحيده يعني. معلش. وبتمنى لهم التوفيق يعني، بس يعني اتمنى ان يبقى يعني تبقى الامور كلها تمشي بشياكه بس ان شاء الله. انا بس عايز اقول قبل ما اروح للكابتن وائل، انت عملت شغل رائع مع اسوان، رائع مش كده يا كابتن وائل؟ دي حقيقه والله. يعني اسوان كان في حته وبصراحه كابتن احمد كشري خلاها في حته تانية رغم ان ظروف اسوان الماديه وامكانيات اللعيبه، لكن واضح شغله وبصمته على الفرقه. واعتقد ان هو عمل حقق الهدف اللي هو كان مطلوب منه، ان هو يقعد اسوان في الدوري. ودي كان انا شايفه ان زي انجاز، زي ما بيقولوا مثلا اهلي او زمالك بياخد دوري. اعتقد ان برضه كابتن احمد يعتبر بما ان هو قاعد اسوان فهو خد برضه بطوله. صحيح. مع اسوان، ودي حقيقه. والفرقه عملت عروض حلوه بصراحه واداء مميز ممتع. احنا شفناها بصراحه. لا لا دي حقيقه، ان شاء الله نسمع قريبا خير باذن الله. طب بعد الكلام ده كابتن مدحت، واشكرك طبعا يا كابتن وائل، نجم كبير يعني طبعا. وشرف ليا يعني. بعد الكلام ده ايه اللي بيعرقل الامور في ان انت تروح تبص تلاقي الامور عندك زي ما حضرتك قلت كده، وطبعا كابتن وائل قال تلاقي لا المقاييس مختلفه، الاختيارات مختلفه. طب ليه؟ انا اقول لك بقى حاجه يعني. انت عارف ليه المدرب المصري ما بيمسكش في الخليج خالص؟ عشان الكلام ده، عشان هنا المجاملات كتيره، فبتدي احيانا الناس اكتر من حجمها، فلما بيروح بره حجمه بيتعرف وامكانياته بتتشاف، فبالتالي يقول لك انا مش عايز مدرب مصري تاني. وده حصلت في حاجات في انديه وفي دول كتيره. اتمنى ان كل واحد ياخد حقه عشان 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 مصر، عشان يعني يبقى في عدل، جزء من العدل يعني. اتمنى ده. وللاسف انا اقول لك يعني يمكن الفتره اللي فاتت انا جالي حاجات خارجيه كتيره. مش عايز تطلع. انا ما كنتش عايز اطلع. مش عايز تطلع. واخيرا انا كنت في الفيصل الاردني، ورحت هناك الناس بعتولي، اتفرجت عليهم الملعب وقعدت معاهم ورفضت.
والله رفضت، لان كان عندهم مشاكل هناك في النادي. انا مش رايي، انا مش من المدربين اللي بيسعى ان هو يعني بيجري ورا الفلوس، لا انا عايز احقق انجاز، انا عايز انجح، عايز احقق ذاتك، فبالتالي انا عايز مناخ كويس. اشتغلت مع منتخب جيبوتي كمان ثلاث سنين يا كابتن، لعبت تصفيات كاس عالم اول ماتش ليا مع مصر، ولعبت قدام زامبيا وكينيا والسودان تنزانيا وفرق كتيره. انا يعني كان ربنا اداني وانا صغير فاكتسبت خبرات كتير. صحيح. لكن هنا المجال عندنا يعني اتمنى ان يقل فيه المجاملات، هنعتبرها المجاملات. حاليا انت ماسك في قطاع ناشئين مصرية الاتصالات. الناشئين في مصرية الاتصالات. مصرية الاتصالات دي كانت اسم كبير في كره القدم قبل كده. انا لعبت كمان في مصرية الاتصالات دوري ممتاز بعد الزمالك مشيت من الزمالك، رحت مصرية الاتصالات ولعبت ليها ثلاث سنين كنت اعلى عقد هناك. انا فاكر موضوع المصاد صلات ده في موضوع العقد يعني عارف، خلت الناس كلها بصالي لان هو كان قال لك في الوقت ده يعني وائل قبنا دعم مصاد صلات بمليون جنيه وكلام من ده، وكان مليون ساعتها كان مليون رقم بصراحة. كبير جدا مش موجود. لكن الحمد لله يعني برضو احنا اشتغلنا في المصاد صلات، عملنا شغل كويس الحمد لله يعني. لا جدا جدا، وانت عامل قطاع محترم جدا ما شاء الله. الحمد لله. وبالتوفيق يا رب ان شاء الله في اللي جاي. ربنا يخليك ان شاء الله يا كابتن وائل. طيب نروح سريعا، نروح تقرير عن هذه الجولة. شهد الأسبوع الحالي إقامة 5 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، 4 منها في الجولة 14 ولقاء وحيد مؤجل من الجولة 13، فيما تأجلت باقي المباريات لإقامة منافسات كأس مصر بجانب خوض الأهلي وبيراميدز مباراتهما في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية. بطل القارة وثالث كأس العالم للأندية حقق فوزا على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، وتعادل الزمالك سلبيا مع ضيفه فريق مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا، فيما نجح بيراميدز في اقتناص انتصار خارج ملعبه على راسنج الإيفواري بهدفين نظيفين في الكونفدرالية الأفريقية. فريق مصر للمقصة وصل انتصاراته وحقق فوزا على البنك الأهلي بنيران صديقة عن طريق المدافع محمد دبش، ليرتقي الفريق الفيومي للمركز الخامس برصيد 20 نقطة. وجاءت الخسارة لتطيح بالمدير الفني محمد يوسف من منصبه ليصبح المدرب العاشر الذي يتم إقصاؤه من الدوري. في الجبل الأخضر حقق أسوان أول فوز له تحت قيادة علاء عبد العال بعد 5 تعادلات متتالية، وهو الانتصار الغائب عن زارة الجنوب منذ أكثر من 2 شهرين. وجاءت خسارة المقاولون لتزيد من أوجاع عماد النحاس، وبات ذئاب الجبل أكثر الفرق هزائم، وتجمد رصيد الفريق عند 11 نقطة في المركز 14. فيما واصل غزل المحلة صحوته وخطف انتصارا مستحقا على الانتاج الحربي بهدف ليرتقي للمركز 10 برصيد 17 نقطة. أما الفريق العسكري فنال الخسارة 8 له وبات في وضعية صعبة بعدما تجمد رصيده عند 9 نقاط فقط في المركز 16. فيما خطف سيراميكا كليوباترا نقطة من الاتحاد السكندري بعد تعادلهما 1-1 بعدما كان الضيوف الأقرب للفوز، لكن تألق عامر الذي أنقذ ضربة جزاء من كريم الديب في الوقت القاتل يتقدم سيراميكا للمركز 4 ب20 نقطة، فيما تراجع الاتحاد للمركز 11 ب15 نقطة. وأخيرا وصل الزمالك مسلسل الانتصارات وحقق فوزا صعبا على الإسماعيلي عن طريق البديل فرجاني ساسي الذي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل، ليوسع الزمالك الفارق على صدارة الدوري بينه وبين منافسه الأهلي إلى 8 نقاط. لكن بطل الدوري لديه 3 مباريات مؤجلة، أما الإسماعيلي الذي قدم أفضل مبارياته في الموسم الحالي وصادفه سوء التوفيق في أكثر من كرة على مرمى أبو جبل، فالخسارة زادت من أوجاعه في ظل تواجده في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط من 12 مباراة لم يعرف طعم الفوز فيها سوى في لقاء وحيد كان على أسوان. طيب هنبدأ كده سريعا كابتن وائل عشان ده نادي الزمالك. نادي الزمالك لم يستطيع أن يحقق الفوز على مولودية الجزائر هنا في القاهرة. من وجهة نظرك هل هي أخطاء في التشكيل من جانب باتشيكو؟ هل هي قدرة مولودية الجزائر؟ هل الزمالك ما كانش يعني وجهة نظرك؟
هو اخطاء في التشكيل وعدم توفيق، خلينا صراحه، لان برضه نادي الزمالك يعني هاجم بكثافه وضيع اهداف كتير، ما كانش موفق في اليوم ده، يمكن حتى للدقيقه الاخيره شفنا اوباما حتى بيضيع فرصه سهله جدا، تمام. لكن برضه انا موضوع خطا في التشكيل ده برضه ده مهم جدا، يعني انا كان يعني احمد فتوح كان ليه تعليق ان هو ما لعبش الماتش ده، طبعا لعب عبد الله جمعه واحمد فتوح كان ماشي كويس. في مشكله عند باتشيكو، هو عايز يعمل روتيشن وعايز يشتغل وكل شويه ينزل اتنين تلاته وغاف في الاماكن، بس ده لما يكون انا مزنوق في التشكيل، لكن طول ما انا عندي لعيبه وعندي قوام ثابت لا انا العب بيه ما عنديش مشكله. يعني احمد فتوح ماشي بشكل كويس، ايه اللي يخلينا لعب عبد الله جمعه على احمد فتوح؟ دي برضه نقطه مهمه. ايه اللي يخليني مثلا اطلع امام عاشور من ديفندر لهاف ليفت؟ دي برضو عشان يلعب ساسي، ما ماشي عشان يلعب ساسي يبقى ممكن ما يلعبش امام عاشور، ما ممكن يلعب بن شرقي، ما بن شرقي برضو ماشي كويس ولاعيب كبير واحنا عارفين ان هو لعيب كبير. الناس حتى لما جت تتكلم على امام عاشور ان هو ماشي كويس في نص الملعب، ده ما كانش ساسي موجود. لما نيجي نقارن بين ساسي وامام عاشور، لا انا لاعب ساسي والله طبعا. ايه مميزاته عن امام في الحته لا دي؟ لا ساسي معلم في نص الملعب، يعني ساسي كورته كويسه جدا، هادي، بيعرف يوصل للجون بشكل كويس. الناس قالت ان امام عاشور لعيب كويس عشان هو جاب هدفين ثلاثه، انا قلت امام في المكان ده مش هيبقى زي فرجاني ساسي. ممكن يكون الناس قالت ان هو تفوق عشان جاب جونين ثلاثه، لكن ده ما يديش الافضليه لامام عاشور في نص لامام عاشور في نص الملعب. لكن احنا ساسي لما كان عامل مشاكل كانت الناس بتحاول تقلب عليه على اساس ان هو ما كانش عايز يجدد وكان قصه وان هو متمرد والكلام ده، لكن ما فيش حاجه اسمها ان هو مش عايز يجدد يبقى هو نقلل منه. لا، احنا كلنا بنقول من احسن المحترفين اللي جات مصر فرجاني ساسي وبن شرقي، صحيح، تمام. فلما يكون موجود الاثنين يبقى لازم الاعب فرجاني ساسي. طيب امام عاشور يا اما يقعد، تمام، يا اما لو في حاله بن شرقي غايب انا ممكن العب امام عاشور، لان امام عاشور ممكن يلعب ناحيه الشمال لكن ما يلعبش ناحيه اليمين. طيب عندنا حاجه كمان، ان هو ساعات بيخلي زيزو ناحيه الشمال، وزيزو اصلا ما بيلعبش شمال كويس، بيلعب ناحيه اليمين كويس، صح. فانت بتحس ان انت بتوقع الجبهتين، فدي مشكله تانية. فموضوع التشكيل ده برضو عليه لغط كتير جدا، يعني وده مهم جدا في الاداء طبعا. وانا عندي كمان، طب انا عندي مصطفى محمد مشي وجبنا اتنين فراودة، انا عندي برضو اسامه فيصل لعيب كويس جدا، يشيل يا كابتن وائل في الفتره دي، يشيل كابتن. ما اللعيب ده بياخد خبرات منين وبيبقى من احسن لاحسن اللعب. انا النهارده شفت اسامه فيصل ولعبته قبل كده واداني افضليه وكان بيكسبني ماتشات في اخر دقايق وكان بيأدي بشكل كويس، وخامه باين عليه ان هو خامه طيبه جدا. ففي اوقات كان لازم يدي اسامه فيصل عشان كان هيحتاجه في الماتشات الكبيره، ما كانش بيديله. قبل حتى ما سيف الجزيري يجي ومروان ما كانش بيديله، لما كان مصطفى ما كانش موجود برده ما كانش بيديله، لكن كان بيلعب بن شرقي فروه مخفي، صح، برده ما كانش بيبقى ليه دور ايجابي بن شرقي، تمام. زي النهارده لما بيجي يلعب حداد ناحيه اليمين، حداد برده بيلعب فروه، فانت بتحطه في حته مش مكانه أساساً فيرود. طبعا فانت بتحطه في حته مش مكانه، فبيبان ان هو اداؤه غير جيد. فانت النهارده بتحاول تلخبط ليه الدنيا رغم ان انت عندك ثوابت، عندك بن شرقي ناحيه الشمال، عندك زيزو ناحيه اليمين، عندك شيكابالا ناحيه اليمين، عندك ممكن تلعب امام عاشور ناحيه الشمال، فانت مش محتاج ان انت تحط ده هنا وده هنا. وانا عندي قوام ثابت وماشي كويس، يعني لعيبه لما نيجي نتكلم عليها مفيش خلاف على بن شرقي طبعا، مفيش خلاف على زيزو. حتى لو زيزو قل شويه لا انت ممكن بقى ساعتها الاعب شيكابالا، ممكن ساعتها الاعب عبد الله جمعه على فكره، لانه اشول ممكن يلعب في الحته دي بشكل كويس، لان عبد الله جمعه اصلا مكانه طرف يمين، طرف شمال، يمين، طرف يمين، لانه اشول وعدلته على جوه يقطم ويلعب، تمام. حتى لما جه لعبه هاف ليفت مع فتوح، قفل على فتوح لما جه يلعب في الحته دي، فتحس ان هو ملخبط الدنيا مش عارف ليه بدون داعي. فده بيعمل مشكله في اداء نادي الزمالك، يعني تحس ان لما بيلعب بالقوام الثابت بتاعه اللي هو مثلا فرجاني ساسي وطارق حامد وبن شرقي وزيزو واوباما وفيرود، تمام. يعني لما كان بيلعب مصطفى محمد قبل ما يمشي كنت تحس ان الجزء الهجومي ماشي بشكل كويس قوي، متكامل لان كل واحد بيلعب في مكانه وكل واحد لعيب كبير لقيمه في مكانه،
فانت النهارده طول ما القوام ده موجود ما تغيروش، ما تقعدش تلعب بقى تحط مثلا زيزو ناحيه الشمال وبعدين تحط لي بن شرقي ناحيه اليمين وبعدين تجيب شيكابالا ناحيه الشمال. يعني تغيير المراكز ده بيأثر بالسبب. طب طبعا في المنطقه دي يا كابتن احمد، يعني مروان حمدي جزيري، سيف الدين الجزيري، الجزيري طبعا عشان شارك افريقيا مش هينفع. بالظبط. هل من وجهه نظرك يستطيع ان يعتمد على مروان حمدي افريقيا؟ بص، هو مروان لعيب كويس جدا، لعيب يعني ظهر امكانياته كويسه مع الفرق اللي لعب معاه اذا كان دجله او المقصه، وانا شايف ان صفقتين كويسين نادي الزمالك وسيف الدين الجزيري. ونادي الزمالك كان محتاج ان هو يجيب فروت بعد مصطفى محمد. انت لو جيت دورت في الدوري المصري انت ما فيش مهاجمين كتير، يعني هم يتصنفوا من المهاجمين الكويسين، لكن لو جينا قلنا عايزين تختار مش هتعرف تختار العدد اللي هتختار منه قليل، يعني هم الاثنين وحسام حسن بتاع سموح. طبعا سموحه. فبالتالي هم الاثنين لا اثنين مهاجمين كويسين، لكن لما بتيجي تدي اللعيب في بدايه اول انتقاله لنادي الزمالك او الاهلي زي بواليا، في حاجه من الاثنين، يا لعيب يخش في الفرقه بسرعه ويوفق وانت عارف التوفيق يعني يجيب جول. ده مروان حمدي مع المقص. مروان جاب جوان كتير ومع دجله كان كويس كمان، يعني التوفيق بيبقى اللاعب في البدايه عايز التوفيق، عايز يخش في المجموعه بسرعه. ممكن في بدايه مباراتين ما يبقاش موفق فبيتاثر عليه بالسلب. انديه كبيره تستحمل ده؟ لازم تستحمل، لان انت ما عندكش البدائل، ما مصطفى محمد ماشي ما عندكش الا فيصل الصغير اللاعب الصغير. فبالتالي انت لازم يكون في لعيبه مهاجمين معاك. لكن انا وجهه نظري ان لما يجي لك لعيب جديد مش بالسهل انه يلعب في الاهلي والزمالك من البدايه، حتى لو هو نجم فرقته. يعني لازم ياخد واحده واحده، لازم تدخله واحده واحده، لازم تخليه يندمج مع المجموعه، لازم يحس ان اللعب مع الاهلي او الزمالك مش سهل عشان يمسك فيها. بجانب انت محتاج تديله او تنزله في مناخ كويس او في مباريات تهيأ له الجو ان هو ينجح فيه عشان يديه. لما يلعب مباراتين وما يوفقش فيهم بيحصل عليه ضغط شديد. ضغط شديد منين؟ رقم واحد من الجمهور بتاعنا دي، رقم اتنين من الاعلام، رقم ثلاثة من لعيبته، خاصة الاهلي والزمالك. بالظبط. فبالتالي انت ممكن تحرق صفقة او تحرق لاعب ممكن يبقى لعيب كويس ممكن تاخد منه قدام بس يتعطل معاك في الفترة في البداية. وده اللي حصل مع مع ما يعتبر مروان رغم انه لسه جاي، وبواليا في الاهلي خد شويه وقت عقبال لما دخل. فانا من المدربين لما اجيب لعيب على السيستم او النظام بتاعي او الاسلوب بتاعي ما ينفعش ان انا اجيب لعيب احطه مره واحده الا لو امكانياته اعلى بكتير من الناس اللي عندي. او اللعيب ده خلاص انا ما عنديش في المكان ده غيره. هضطر ان انا العبه. لكن زي ما قال الكابتن وائل في لعيبه ممكن كانت تلعب، يعني تخش تبدا خاصه ان هي مع المجموعه من الاول، وكان يخش مروان. لكن انا شايف من وجهه نظري ان مروان حمدي مهاجم كويس جدا، سيف الجزيري مهاجم كويس جدا، وانا من المهاجمين اللي بيعجبوني يعني الناس تهدى عليهم شويه، هي مساله توفيق اول ما يسجلوا. انا واثق ان الامور هتبقى كويسه. ممتاز. طيب سريعا بقى كابتن وائل فيما يتعلق بمباراه الامس الزمالك والاسماعيلي، برضه هو لم يبدا بفرجاني وبن شرقي والامور تعقدت للغايه لغايه لما نزل في الاخر ساسي الاول وبعدين بن شرقي بعد كده، وتم احراز الهدف الفوز في الدقيقه 87. من وجهه نظرك باتشيكو ما لعبش الاثنين دول، هل لاسباب فنيه ولا لاسباب ضغوط للتجديد او الى اخره؟ ورايك في تقييمك لموقفه ايه؟ لا هو برضو نفس القصه، انا ما اعتقدش انها اسباب فنيه. لان احنا برضو لا خلاف على ساسي زي ما قلت وبن شرقي. نعم. تمام. يعني هو برضو نفس القصه في ماتش الاسماعيلي، هرجع اقول حط زيزو ناحيه الشمال وحط شيكابالا ناحيه اليمين. شيكابالا برضو بدنيا يعني انا لو بتكلمنا انا وجهه نظري ما يبداش من البدايه، لان شيكابالا مش هيقدر يجاري الماتش من بدايته بدنيا، لان انت برضو بتتكلم على الخصم بيبقى لسه بدنيا واقف على رجليه، فمش هيقدر هو يجاري القصه دي. فهو برضو لو الطرف كان فيه اتنين صغيرين، يعني طبعا كان حسين السيد تمام. او الشامي تمام. فانت النهارده بتتكلم برضو خسرت الجبهتين، لا زيزو بيعرف يلعب شمال ولا شيكابالا بيعرف يلعب يمين، وخسرت فرجاني ساسي في نص الملعب عشان امام عاشور. يعني انت حتى لو عايز تلعب امام عاشور لاعبه ناحيه الشمال تمام هاف ليفت، ولاعب زيزو ناحيه اليمين، لكن انت برضو خسرت الجبهتين بنفس القصه دي، وما عندكش برضه لعيب كوره
في نص الملعب يقدر يتحكم في الريتم. فرجاني ساسي يقدر يتحكم في الريتم لان امام لعيب كويس لكن مش زي فرجاني ساسي، ما يقدرش يتحكم في الريتم بشكل كبير. تمام، فدي برضو كانت مشكله. يعني انت عدلت ولعبت فتوح باك ليفت، طيب كنت تظبط بقى الحته اللي قدام تمام ونص الملعب عشان تعرف تمسك الامور بشكل كويس. انا حاسس كده ان هو استسهل ماتش الاسماعيلي، من نتائج الاسماعيلي ومن اداء الاسماعيلي ومن الظروف اللي بيمر بيها نادي الاسماعيلي، اعتقد ان هو استسهل مباراه فاتفاجئ بنادي الاسماعيلي بوضعه الطبيعي. صح، اللي هو طبعا اداء محترم جدا، لعبوا كره على اعلى مستوى، الناس كلها، انا شخصيا انبسطت لنادي الاسماعيلي. طبعا انا عايز الزمالك يكسب وانبسطت جدا ان الزمالك كسب، لكن انبسطت كمان لما لقيت الاسماعيلي بالاداء ده، لان كلنا زعلانين على النادي الاسماعيلي واللي بيحصل في النادي الاسماعيلي. صحيح، فاتفاجئنا بالاداء. طب ده الاداء بتاع النادي الاسماعيلي ده الناتج عن ايه؟ عن وجود برضو كابتن عماد سليمان. على فكره اعتقد بيعامل اللعيبه بشكل كويس واسم كبير اللعيبه تثق فيه، راجل هادي، يعني تحس ان نادي الاسماعيلي لعب بهدوء وكان تركيزه اعلى وكان هو اللي ماسك المباراه بشكل كبير. تمام، بسبب برضه باتشيكو، بسبب التشكيل، بسبب ان هو لخبط برضه في التشكيل، ما لعبش بالقوام الاساسي بتاعه، فدي كانت مشكله. حتى لما جه يعدل يا كابتن، يعني طلع امام ونزل ونزل فرجاني ساسي، بل بالعكس كان ممكن يطلع شيكابالا وينزل فرجاني ساسي ويحط امام عاشور ناحيه الشمال في الاول، وبعدين لما لقى كده قام منزل حداد ناحيه اليمين وقام جاب زيزو ناحيه الشمال، فلخبطت الامور تاني. فجيت عدلتها تاني، عملت ايه؟ سبت حداد ناحيه اليمين وبعدين حطيت بن شرقي. يعني انا مش عارف، يعني انت مكان من الاول بدل ما تخسر. طب المساعدين اللي معايا كابتن وائل، وانت اشتغلت في انديه كتيره جدا، هل ممكن بيبقى لهم راي ودور وتاثير، ولا المدربين الاجانب ما بيتقبلوش الراي؟ لا بالعكس بيتقبلوا، بس على حسب المدير الفني. يعني بص، كل مدير فني يا كابتن ليه نظامه. يعني في مدير فني لما يجي يغير يقوم جاي للمساعد، ايه رايك انا ممكن اعمل كذا، فهو يشوف رايه. وفي مدير فني ليه نظام تاني خالص، لا هو بيغير من غير ما يرجع للمساعدين. وفي مثلا مدير فني، في مساعد بنفسه هو ممكن يطلع يقول للمدير الفني احنا ممكن نعمل كذا كذا كذا، ممكن يسمع كلامه وممكن يبقى وجهه نظره مختلفه تماما فيمشي كلامه، وهو ليه احقيه في الاثنين على فكره. طبعا طبعا المدير الفني صاحب الكلام. فده اللي حصل في ماتش الاسماعيلي، عشان كده اداء نادي الزمالك كان مختلف، ما كانش هو اداء نادي الزمالك. وانا قلت برضه في البدايه انا حسيت ان نادي الزمالك كان نازل مستسهل المباراه. طيب، ودي كانت مشكله. طيب يعني قبل ما اروح للاهلي معاك، لو حابب تقول حاجه لفريق الاسماعيلي بعد عرضه امبارح. والله انا امبارح كنت سعيد جدا جدا باداء نادي الاسماعيلي، وشفنا كوره حقيقيه من الكوره الجميله اللي احنا متعودين عليها من نادي الاسماعيلي. عايز بس يعني اقول للعيبه، بدل انت عندك الامكانيات دي والقدرات دي في المباراه، ليه ما لعبش كل المباريات بنفس المستوى؟ فمهما يكون عندي مشاكل، عندي ظروف، الجزء الاكبر على اللعيب. المدرب بيتغير، المجلس بيبقى موجود او مش موجود، انت اللاعب المستمر. نادي الاسماعيلي نادي يستحق ان اللعيبه قاتل عشانه، ويستحق ان انت لما تلبس تيشيرت النادي الاسماعيلي لازم تدي اقصى ما عندك، لان النادي ده نادي تاريخي، نادي طلع اجيال وبيلعب. انا عن نفسي من احسن الكره اللي بحب اتفرج، انا بحب النادي الاسماعيلي، كره نادي الاسماعيلي كانت المتعه. فانت النهارده مع نادي الزمالك، نادي كبير وبتادي بالشكل ده، ايه المانع ان كل المباريات عندك تبقى بالاصرار ده رقم واحد، بالقوه دي، بالحماسه دي؟ طب انت لو خدت كل المباريات كده لا يمكن كنت تخسر مباراه من اللي فاتوا. فبالتالي بدل انت موقفك في قبل الاخير بالظبط، بدل انت كلاعب عندك الامكانيات دي، يبقى انت لازم تظهرها في كل المباريات، ما تتعاملش مع الفريق اللي قدامك. يعني شوف الكره دي كان ممكن يخلص بيها المباراه. طبعا يعني دي كوره، ويعني كوره يعني هدف. وبعدين النادي الاسماعيلي يعني ممكن يكون عنده بعض المشاكل في الفريق اللي هي مأثره عليه، بالذات النواحي الدفاعيه عنده مش كويس. اللعيبه في الماتش ده كانت بتضغط اللعيبه الحته الهجوميه، الشامي وشكري وكان وصادق شلونجو كانوا ضاغطين. طب انت ضاغط على الفرقه من فوق، بتخف الضغط على تحت الخط الضاري بتاعك. طبعا لازم تبقى كده، يبقى بدل انت عندنا مشكله يبقى انا لازم اخف الضغط عن زمان، لان احنا تيم واحد، لما بيخسر الفرقه كلها بتخسر. صح، النادي كله بيخسر. فانا بقول نادي الاسماعيلي انا واثق مليون مليون ان شاء الله هيخرج من الكبوه دي، ونادي الاسماعيلي مكانه الطبيعي في المنافسه،
لان الكوره جميله والدوري لما كان بيبقى كويس لما كان الاسماعيلي بينافس. فاتمنى لهم باذن الله ان شاء الله ان شاء الله النادي الاسماعيلي يبقى في مكانته الطبيعيه واللعيبه دي قادره بالاداء وبالشكل بتاع مباراه الزمالك. طيب هفضل معاك للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي خلاص كسب المريخ 3-0 ما شاء الله واستريح باول 3 نقاط وتصدر الجدول الخاص مؤقتا، وهيلعب يوم الثلاثاء امام سيمبا الساعه 3 الظهر ان شاء الله، وسيمبا كسبان خلي بالك الماتش فيتا كلوب. فيتا كلوب برافو عليك. لكن خلينا مع الاهلي في الدوري. وجهه نظرك في اداء موسيماني وتقييمك الفني لاداء الفريق واختيارات موسيماني. بص هو موسيماني في بدايه الموسم عنده خط الهجوم بتاع النادي الاهلي فيه لعيبه كتير. عندك كهربا ومحمد طاهر وقفشه، وعندك حسين الشحات وصلاح محسن محمد شريف ومروان، عندك لعيبه كتير. في بدايه الموسم الراجل كان عامل روتيشن بدري. انا يعني وجهه نظر انا بحب اثبت الفرقه الاول واثبت تشكيل ويبقى ليا شكل واداء، وبعد كده ادخل اللعيب اللي يجيد ادخل معاه. الروتيشن ده بيحصل بعد ارهاق اللعيب او بعد ما تخش بقى في زحمه المباريات والمباريات المتتاليه. لكن الراجل للامانه عملها فادت النادي الاهلي، لان النادي الاهلي راح لعب كاس العالم للانديه ورجع على الدوري وداخل في قلب الدوري افريقيا وهيخش الكاس، فبالتالي اللي عمله كان صح. النادي الاهلي بقى عنده اكتر من حل، يعني عندك حلول كتيره جدا في الخط الامامي، عندك في نص الملعب اربع ديفندرات على اعلى مستوى اذا كان السوليه وحمدي فتحي وديانج واكرم، فانت النهارده تقدر تلعب اي اثنين، خاصه النادي الاهلي بيلعب 4-2-3-1. تقدر تلعب اي اثنين، ولما بتعوز ثلاثه بتلاقيهم، ولما بتيجي تقفل فاحيانا في ماتش انت كسبانه مثلا ماتش صعب وعايز تقفل بتلاقي اللعيبه دي. فموسيماني للامانه اللعيبه كلها معاه جاهزه، اللعيبه كلها رجليها في الملعب، مفيش حد بعيد. دي ميزه كويسه. لكن اختار امتى التشكيل اللي يناسب المباراه. النادي الاهلي فرق برضو معاه كاس العالم للانديه، ادى بطوله جيده جدا وحقق انجاز كبير ان هو ياخد مركز ثالث وبطوله عمل يعني انجاز، رجع خد الامور بجديه والامور مشيت معاه كويس في ماتش المريخ السوداني وقدر يكسب بنتيجه كويسه. فبالتالي النادي الاهلي بيعيش يعني فتره بالنسبه له فتره انتعاش وفتره في احسن فترات، وبدا كمان ومن الايجابيات ان بواليا احرز اجاي رجع وسجل وراجع بشكل كويس، محمد هاني مقدم اداء كويس احسن من الفتره اللي فاتت، انطلاقه عاليه في كاس العالم للانديه محمد هاني بالظبط. في حاجات كتيره كويسه قوي النادي الاهلي، كهربا جاب قفشه، يعني محمد الشناوي متالق، يعني النادي الاهلي الفتره دي الفتره يعني اللي هو في قمه تالقه ولازم يستفاد منها. طيب وما زلنا مع النادي الاهلي يا كابتن وائل، كابتن كشري قال كثره النجوم، وبالفعل انت لما تبص على النادي الاهلي حتى في الخط الامامي انت مثلا تبقى محتاج مثلا 3+1 يعني 4، وعنده حوالي 10. كثره النجوم، وانت اشتغلت مدير فني في اكثر من نادي، نعمه ولا نقمه خاصه النجوم كبار؟ وانا هنا اتحدث مثلا عن محمد شريف كان منطلق انطلاقه مدويه، جه والتر بواليا قعد محمد شريف، مروان محسن بقى فرصته صعبه جدا، صلاح محسن ما بقاش تقريبا بيلعب، طاهر محمد طاهر دخل، حسين الشحات رايك؟ لا هي مش نقمه، هي نعمه. انا كمدرب بتبقى نعمه، اللعيبه بتبقى نقمه. طيب يقول لك مع الفرق الكبيره مع الفرق الكبيره زي ما بيقول الكابتن وائل نعمه، يعني لما يكون فرقه وبطولات كتيره بتبقى مهمه، لكن هي بتبقى بالنسبه للعيبه لا ما بتبقاش نعمه، يعني كل واحد يقول لك لا انا مكاني هيتاخد انا مش عارف ايه، فدي بتبقى مشكله اللعيب لكن مش مشكله المدرب. طب مدى تاثيرها على مستوى اللاعب اللي بتاثر ده بقى؟ على حسب بقى، يعني هو لو لعيب عنده ثقافه ده ممكن ما ياثرش عليه، يقول انا لا لعيب كويس انا ما عنديش مشكله حتى لو قعدت عشان لما ابقى انزل ابقى لعيب كويس اثبت ان انا موجود بشكل كويس. لكن في لعيب تاني بياخدها لا ساعات بيهمد بلغه الكوره ان هو خلاص بيقول لك لا ده هو كده هيحط مثلا محمد شريف مش هيحطني انا مثلا، واحد زي صلاح يقول لك مش هيحطني، فتلاقيه يهمد في التمرين بيقل مثلا شويه، لما بينزل ما بيبقاش مركز لان هو اصلا فصل قبل كده، وبالتالي فرصه بتقل جدا في المشاركه. طبعا فده مطلوب من كل الناس اللي بتلعب في الناحيه في. طب علاجها ايه من جانب المدير الفني؟ هل يفضل يعمل روتيشن؟ يعني احنا كابتن وائل مثلا على سبيل المثال لو بصيت لليفربول هو ماني وفيرمينيو وصلاح على طول،
لما بينزلوا حد تاني بنقول مين ده؟ لا هو ما يعملش روتيشن. يعني انا يعني كابتن احمد قال لك انا عندي ثوابت الاول، بحط تشكيل ثابت الاول وبعد كده بشوف على حسب اللي بيقع مني. النهارده طول ما انا الاقي الاربعه اللي فوق في الثلث الامامي فايق بشكل كويس ومؤدي بشكل كويس، لا انا اسيبه. ما ينفعش اللعيب ما لما يوصل فرمته انا اقعده. ليه؟ لان انت بتحسسه انا مش عارف، طب انا كنت كويس، طب انا ايه اللي قعدني بالظبط؟ فدي مشكله، فبحس ان اللعيب بيهمل. فانت النهارده لا، طول ما انت لاقي اللعيب ماشي بشكل كويس مفيش اي عقبه بالنسبه له، لا وقف ولا اصابه ولا مشاكل عنده، أسيبه. يبقى انت لازم تسيبه. طب ده معناها انه مثلا اللاعب رقم 2 في مركزه عنده الفرصه، بس رقم 3 بقت فرصته صعبه جدا، رقم 4 بقى فرصته مستحيله. بص يا كابتن مدحت هتجيله، بس لما تجيله يمسك فيها. لانه خد بالك برضه يا كابتن مدحت، انا لما بلاقي لعيب في فورمه كويسه وماشي كويس، ولو حصل له اصابه او حصل له وقف مثلا ماتش او ماتشين ولعبت لعيب غيره، لا في الوقت ده لو مشي بشكل كويس انا ممكن اسيبه تاني. يبقى انا عملته بنفسه بين الاثنين. لكن لو انا لعبت لعيب تاني ومشي بشكل كويس وقعدته، انت كده بتقول له ان انت كومبارس، انا اسف في الكلمه. يبقى انت مش هتلعب الا لو الراجل ده قعد. لكن لما الراجل ده يحصل له دروب في الملعب او 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 ولعبت واحد تاني ومسك في الفرصه، ما تقعدوش برضه، استنى لحد الوقت اللي هو برضه هيقع فيه عشان تلعب غيره. فدي نقطه مهمه جدا بتديني انا كمدرب ان انا مطمن على لعيبتي بشكل كويس، بتعامل معاهم معامله كويسه برضه. لان خد بالك مش معنى ان اللعيب اللي ما يلعبش ده ان انا لا المفروض اتكلم معاه واقول له ان انت فرصتك جايه، بس انت لما تيجي يعني تلعب بالبلدي تنيمه، بس انتوا عمركم ما نمتوا. لا لا مش تنيمه يا كابتن، بالعكس. لا 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 كابتن بالعكس. ما هو النهارده اللعيب ده بيفهم. يعني انا النهارده لما الاقي مثلا محمد شريف ده ماشي كويس، انا كلاعب مش هقدر اتكلم. امتى انا ازعل لما احس بالظلم؟ محمد شريف لا، يعني محمد شريف هو اللي بيلعب مثلا. لا هو دلوقتي ما بيلعبش مثلا، مثلا ما بيلعبش. لا ولتر بواليا ده مثلا ماشي كويس، انا كلاعب لو انا محمد شريف لا ما ازعلش. ازعل امتى؟ لما احس ان هو لا قليل وانا ما بلعبش. اذا انت هنا مش عامل حسابي. طب ولو انت كنت كويس بس قعدت؟ لا هنا برضه ازعل. لازم ما اقعدش. ما انا قلت حضرتك كابتن، لما الاقي لعيب خلاص وصل الفورمه العاليه بتاعته وماشي كويس، تمام، ما ينفعش اقعده. الله يكون كابتن في عون المدرب. بس معلش انا برضه عايز اكمل حاجه. يعني محمد شريف، يعني لو بنتكلم على محمد شريف بالخاص، محمد شريف مش فيرود صريح. محمد شريف طرف. واذا كان اداها في وقته وقدر ان هو في ماتشين يسجل فيهم، في ماتشات خد فيها برضو لما لعب مكانه مش مكانه. فبالتالي انا اعتمدت عليك في الظرف، ممكن اكون انا كنت ما عنديش المكان بتاع الاسترايكر الصريح. فبالتالي محمد شريف هو لما رجع النادي الاهلي رجع من مكانه لما كان بيلعب في انبي طرف. كان اجاد مع انبي وكان بيجيب جوان، فهو مكانه الاساسي طرف شمال. هو مكانه الاساسي بيجيب فيه. لكن ان انا دخلتك فيرول جبت لي ماتشين وده ده حاجه كويسه ايجابيه، يبقى انا هفكر فيك. لكن في الاخر انا عايز فيرود يقف على الكوره، فيرود يلعب مع الفرقه. طب مين فيرود النادي الاهلي؟ عد لي 1 2 3. فيرود النادي الاهلي حتى الان يعني في طبعا بواليا ومروان. هل صلاح محسن راس حربة؟ ايه صلاح محسن؟ صلاح محسن عنده مميزات، عنده سرعات، فلما بيجي من الجناب بيبقى احسن، لان صلاح من النوع اللي هو بيجي بوشه افضل احسن ما بيشتغل راس حربة صريح. هو بيلعبها وهو في يعني وهو صغير ولعبها كتير، لكن هو على الطرف افضل. لكن الراس حربة الصريح بتاع النادي الاهلي بواليا وصلاح ومروان محسن. طبعا ومروان محسن الاثنين دول ده الصريح. محمد شريف وصلاح محسن يجوا من تحت، يجوا من على الاطراف. لان انت في الاخر انت عايز فيرود عنده المواصفات الكامله للفيرود الصريح اللي هو بيلعب الكوره العرضيه، بيطلع بدماغه، عنده بيقف على الكوره، بيلعب مع الفرقه، بينزل في اوقات يشتغل مع الفريق، بيلف بيشتغل فيرود صندوق. ودي في مين اكتر؟ في بواليا ومروان محسن. ممتاز. وبرضه نختم في الجزئيه دي، الله يكون في عون المدربين لما يبقى عندهم مجموعه كبيره من اللاعبين الاكفاء، بتبقى شغلانه 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 ازاي طيب خاطر الجميع. وانتوا اشتغلتوا مدربين وعارفين اللي انا بقوله ده. اذا حوار اخر ولكن بعد الفاصل. طيب الظاهرة الثالثة اللي عندنا النهاردة هي فريق نادي بيراميدز.
فاز على رايسنج خارج ملعبه بهدفين نظيفين، بيحقق نتائج في منتهى القوة إفريقيا خارج ملعبه، 9 مرات فوز من 10 مرات خارج ملعبه، ده أمر رائع جدا. ولكن يبقى السؤال، والسؤال عندك كابتن وائل، لماذا لا تسائر نتائج أو تسائر نتائج بيراميدز خارجيا الوضع الداخلي؟ يعني هو بيكسب كويس قوي 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 إفريقيا، ولكن في الدوري المحلي لسه، ليه من وجهة نظر؟ انا بحس ان نادي بيراميدز حاسس ان هو لعيبه جوه الملعب عاليين قوي في الدوري المصري، بمعنى ان هم ممكن يكسبوا في اي وقت، بينزلوا، مش عايز اقول ان هو بيستقل من الخصم اللي قدامه. تمام. بحس ان اللعيبه برضه مريحه، عارف اللعيبه يا كابتن اللي هي عارف انت خدت فلوس فريحت بالبلدي كده، فبحس ان هم مش مهتمين، رغم ان كل اللعيبه اللي موجوده في بيراميدز لعيبه خبرات، ومعظم اللعيبه اللي موجوده كانت بتلعب في انديه كانت بتاخد بطولات، لكن لما اجتمعوا في نادي واحد في ماده اكتر من هو بيلعب على بطوله، فحس ان هو مريح. يعني الفلوس بتخلي اللعيب يريح في مصر، انا حاسس كده. لان النهارده ايه اللي ينقص بيراميدز عشان ياخد بطوله؟ ايه اللي ينقص بيراميدز ان هو يلعب على الدوري المصري؟ ما هو النهارده عنده لعيبه كويسة وعنده لعيبة خبرات وبياخد أحسن لعيبة في مصر، ورغم ذلك ما بيحققش النتائج. هل هو ما عندوش طموح أو خد فلوس خلاص هو كده مستريح ما عندوش مشاكل؟ النهارده في المركز السابع بعيد، يعني 18 نقطة من 12 مباراة. ما دي أنا مستغربة، يمكن أنا اتكلمت على الظاهرة دي كتير. أنا كل مرة أقول بيراميدز عنده الإمكانيات وعنده لعيبة ما عندوش أي مشاكل، لكن بحس كده ان هو خلاص مفيش طموح بقى، هو رايح. يعني ده تبريرك انت؟ انا في اعتقادي ان هو خلاص هو رايح، خد قرشين كويسين، تمام، ما عندوش اي مشاكل، ما عندوش اي ضغوط، ما حدش بيحاسبه، لان هو بيكسب بيخسر بيتعادل ما حدش بيحاسبه، فدي مش مسببه له مشاكل. متفق مع وجهه نظر دي يا كابتن كوشه؟ والله يعني كابتن وائل قال برضو حاجه ممكن فعلا تكون موجوده في بيراميدز، ولا كثره النجوم. برضو كثره النجوم في نادي، اعتقد ان برضو اللعيبه يعني زي بيقول النواحي الماليه، كل واحد جايب كام وصفته ايه ومين اللي جاي، ففي معلمين في الفرقه فعلا. المشكله في نادي بيراميدز النجوم اللي فيه بيعتمد على نجوميته وامكانياته، فبتلاقي ما فيش في النواحي الدفاعيه، ما كلهم ما بيردوش، ما بيرجعوش يعملوا الدور الدفاعي، فبالتالي بيدي فرص للفرق اللي هي بتلعب قدامه مع المرتده، او بتلعب قدام بيراميدز ان هي عارفه ان بتلعب فريق تقيل، لو خسرت مفيش ضغوطات عليهم فبيعملوا نتائج. هتلاقي كل الفرق اللي كانت واقعه السنه دي عملت ماتشات كويسه جدا على بيراميدز، جدا كل الفرق. احنا بنتفرج على مباراه مثلا الانتاج الحربي، عمل مباراه كويسه على ما قدمش المباراه دي مع فرق تانية الانتاج الحربي، صح، عمل مباراه كويسه. هتلاقي كل الفرق اللي متعثره في الدوري احسن مباريات عملتها مع بيراميدز، احسن نتائج عملتها مع بيراميدز. ليه؟ لان هي نازله مع بيراميدز عارفه ان بيراميدز عنده نجوم وعنده لعيبه تقيله في الخط الامامي، فبدات ان هي تطمع في بيراميدز في الجزء الخلفي بتاعهم، وبدات توصل وتسجل. مفيش يعني معظم الانديه اللي لعبت قدام بيراميدز سجلت في بيراميدز، فبالتالي اللعيبه يعني دخل فيه 12 هدف في 12 مباراه، يعني بوقع هدف في كل مباراه، يعتبر من الفرق الضعيفه دفاعيا. انا الكلام، يبقى الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي هو يعني بص، الانتاج الحربي موقفه حاليا في الدوري مش كويس، جاب سجل فيه هدفين بالزبط. يعني كل الفرق بتسجل في بيراميدز، لان فريق بيراميدز بيشتغل على ان هو زي ما بيقول الكابتن وائل برضو كده، ان هم نازلين حاسين انه هيكسبوا اي حد. لا، طب الحل يا كابتن وائل من وجهه نظرك، لو انت مسؤول في نادي بيراميدز وعندك هذه التخمه من اللاعبين، ولو ان انا عندي راي انه برضو اللعيب الكبير حتى لو استريح ماديا هو عنده برضو طموح منتخب مصر، عنده طموح ان هو يحترف تاني او الى اخره. ايوه، ما هي اللعيبه دي اصلا في منتخب مصر كابتن، لما نيجي نتكلم على رمضان صبحي ولا عبد الله السعيد ولا عمر جابر، ما كل الناس أو في منتخب مصر، او احمد فتحي. طب النهارده ايه اللي ينقصهم ان هم يلعبوا على دوري؟ ما دي المشكله. طب حد يفكر في الاحتراف الخارجي؟ ما اعتقدش. يعني في ناس من اللي انا قلت اساميها خلاص، يعني يمكن السن برضه ما يأهلوش ان هو يحترف دلوقتي، فدي برضه هو ما عندوش الطموح ده. طب الحل يا كابتن وائل؟ لا، الحل يبقى فيه صواب وعقاب. انا مش شايف في بيراميدز ان فيه صواب وعقاب، ما حسيتش ان هم يعني
كاداره من وجهه نظري او كمدير فني ان هو بيعمل صواب وعقاب على اللعيبه، لان انت النهارده بتنزل انت بتخسر وانا عندي كل الامكانيات انت ما بتاديش. الحاجه الثانيه برضو ان كل اللعيبه زي ما قال الكابتن احمد كل الفرق بتنزل متحفزه على بيراميدز لان هو عايز يسوق نفسه، عارف ان المكان ده فيه فلوس ممكن لو ظهر يتاخد، فبرضه ده بيعمل عبء على فرقه بيراميدز خلينا صراحه. تمام ان الناس كلها بتبقى تهتم بالماتش ده بشكل كبير جدا. تمام لكن برضه انت النهارده بتتكلم في لعيبه كلها خبرات وكلها منتخب مصر، حتى لو فرقه بتدافع عليا بشكل مكثف لازم يكون عندي حلول. اه طبعا انت لازم اكون عاليين، لازم اعرف يعني ايه توازن دفاعي وتوازن هجومي. زي ما قال المشكله برضو يا كابتن وائل يعني هم فيهم مشكله برضو فنيه يعني الحته الدفاعيه عندهم. ما انا لسه بقول التوازن بالظبط، لازم التوازن ازاي. انا لما بهاجم ببقى مامن بناس عشان تدافع عشان الهجمه المرتده، ازاي لما الكره تتقطع في التلت الهجومي اعرف اجيبها في وقتها. هو ما عندوش الضغط ده، هو عادي الكرة لما بتتقطع ممكن يقف عادي مفيش مشكلة. زي ما قلت بيحس ان هو لعيب كبير ان هو يكسب في اي وقت، فدي مشكلة. فلازم يبقى في ثواب وعقاب لو بتكلمنا انا كمدير يعني فني حلها أن لازم يكون في ثواب وعقاب طبعا. ثواب وعقاب بقوة بقوة طبعا بقوة. وعندهم مشكلة في التمركز يا كابتن رغم ان هم لعيبة كبيرة. خلاك المدير الفني بتاعهم مدير فني عالي جدا جدا جدا. يعني احنا ما بنقولش بس يعني انا شايف ان كل الكور العرضيه التمركز بتاعهم فيه اخطاء، يعني كور كثيره جدا عرضيه جت في على فريق بيراميدز. ده يبين ان في لعيبه ممكن تكون لما بيكس اللعيبه ما بترجعش، اللعيبه ما بتقفش صح، ده برضو شك فني. يعني حجم الاهداف اللي دخلت فيهم كتير وكلها لو انت شفت مفيش ضغط على اللاعب اللي بيشوط، يعني تلاقي في فرق بتطمع جدا وبتشوط وبتوصل للمرمى بتاعهم مفيش بريسنج عليهم عالي من اللعيبه. فده برضو بيرجع من اصرار اللعيبه ان هي عايزه تحقق المكسب. لازم اللعيبه كلها النهارده العالم كله كابتن الفرق اللي بتاخد بطولات كابتن وائل لازم تكون بتدافع كويس. النهارده مين اول الدوري الاسباني؟ اتلتيكو مدريد وفارق لانه بيدافع كويس، مش برشلونه وريال مدريد. الفرق اللي بتدافع كويس هي اللي بتاخد بطوله ممكن. فبالتالي مش لازم يبقى عندي التخمه الهجوميه. يعني اذا الحل زي ما قال الكابتن وائل وانا بتفق معاه هو الثواب والعقاب. اكيد طبعا لازم طبعًا. مع ان ارو مارينا زي ما حضرتك بتقول برضو الجزء التمركز الدفاعي لازم ينضبط افضل من كده، لان عدد الاهداف اللي دخل فيهم عدد كبير بالمقارنه حتى بالفرق الاخرى، ومن ثم يدينا احساس ان مواقف الدفاع عندهم غير جيد. بالظبط، عشان اللعيبه مكسله ترجع تساعد في النواحي الدفاعيه، كمان بيعتمدوا على قدراتهم. ممتاز. طيب نروح للظاهره اللي بعد كده وهي مفاجات الكاس وخروج مجموعه من الفرق في مقدمتها طبعا الذئاب. ابدا معاك كابتن كشري. المقاولون العرب وخروجه من الكاس على ايد بتروجيت اللي بيلعب في القسم الثاني، وماذا يحدث للمقاولون العرب من وجهه نظرك؟ بص انا قبل المباراه يعني الفرقتين حالتهم متشابهه، يعني بتروجيت والمقاولين. بتروجيت في بيعاني بشده في الدرجه اللي هي تحت الدرجه الثانيه القسم الثاني. القسم الثاني يعني بتروجيت يعني يقترب من فرق اللي هي الهبوط، يعني مش الفرق اللي بتنافس كمان. فبالتالي لا موقف بينافس، خد بالك في ماتشات متاجله لو كسبها يبقى التاني. لا 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 انا متابع كويس. انا متابع الاول عنده 25 بونت، هو لو كسب لو كسب الماتشين متاجلين هيبقى 23 بونت. لا ايا كان هو في النهايه في القسم الثاني بتروجيت النتائج الاخرانيه عنده يعني كلها تعادلات، يعني عنده مشاكل مش في الاول اربع خمس انديه، واخر مباريات كان يعني خسر من اكتر من فريق. طب ايه ارتباط ده ان نادي المقاولين نفس الظروف بالظبط؟ بس ده في الدوري الممتاز وده في القسم الثاني بالظبط، بس انت مش عارف تشوف هويه الفريق. يعني فريق المقاولين السنه اللي فاتت فريق قوي جدا. فريق ليه شكل ليه اداء ليه اسلوب. السنه دي انت مش حاسس بهويه الفريق، يعني تحس اللعيبه مش حاسه بالموقف اللي هم فيه. اللعيبه ما عندهمش اصرار زي الاول. فبالتالي فاتت مفنش رابع. فبالتالي يا كابتن الاثنين متشابهين، انا عايز اقول الاثنين متشابهين في الظروف بتاعتهم. حتى لو بتروجيت في وسط الجدول وما بينافس، بتروجيت المفروض يكون بينافس لانه هو امكانياته من اعلى الانديه اللي تحت كامكانيات، يعني عنده اداره وعنده كل حاجه كويسه. فبالتالي انت بتلعب مباراه هيبقى الطموح فيها اكتر لبتروجيت اللي هو من تحت عايز يظهر شكله، عايز يعمل نتيجه. بس ده حصل كابتن كشري في ماتشات تانية
والفرق بتاع الدوري الممتاز حسمت الامور. طب ما بيدليل ان الانتاج الحربي كان خسر حد سكندري، الانتاج الحربي خسر برضه، الانتاج الحربي هو وضعه برضه مش قد كده. ما انا بقول لك وضع الفرق اللي في الدوري الممتاز والمواقف اللي متعرض لها ان هم في مؤخره الجدول دي بتخليه ينزل مباراه الكاس كمان ما عندوش التركيز العالي، بيفتكر ان الامور سهله، فبتيجي الفرق اللي مركزه اكتر وعايزه تظهر بشكل اكتر بتبقى هي اللي شكلها افضل. بتروجيت كسبت المباراه كام؟ كسبت 3 وضيع ضربه جزاء 3-0 وبعدين جابوا، خلي بالك بتروجيت 3-1، بتروجيت في المركز في المركز الثامن. أيوة. السابع والثامن. ايوه انا عارف، بس ليه ماتشين يا كابتن وائل بس هو مش قريب من كده، لو كسبهم ما لو كسبهم هيقعد 22 والاول 25. ما انا عارف عشان كده بقول في ماتشين متاجلين، الاول الداخليه والثاني 23. ايوه صح، ما انا عارف انا لسه متابع. لو كسبهم لو انا قصدي طبعا هو ربنا يوفقهم، هم نادي كبير ومحترم معاهم مدرب محترم. انا قصدي ان الظروف اللي جاي له فيها برضو مضغوط، ما هو انت الموقف اللي فيه في الجدول في الوقت الحالي ممكن يبقى ضغط، لكن الامور متشابهه لكن لعيبه المقاولين لازم يعني تفوق شويه، لان عملوا تفضوا شويه كده. وطبعا نحيي الكابتن ياسر رجب المدير الفني، طبعا طبعا مدرب محترم جدا كابتن ياسر رجب. برضو نفس الوضع يا كابتن وائل، الانتاج الحربي على ايد كوكاكول. بص يا كابتن، لازم نعرف ان ماتشات الكاس فيها مفاجآت. ماتشات الكاس عامه من قديم الازل معروف ان ممكن اي فرقه تكسب اي فرقه، حتى لو درجه ثالثه ممكن تكسب فرقه ممتاز بيها او تكسب فرقه ممتاز فعلا في العالم كله فبتحصل. فدي مشكله. المشكله هنا ان فرق الممتاز لو ما ركزتش في الماتش ده، يعني ان هو لا مش هيقول لك انا بلعب بقى ممتاز بيه، واللعيبه ذات نفسها تحس ان الماتش ده مهم. فهيحصل مفاجآت. مفاجأة كوكاكولا غير مفاجأة المقاولين. يعني احنا بنتكلم عن المقاولين، قلنا ان المقاولين خسر من بوتاجيت 3-1 وضاع ضرب الجزاء، لكن كوكاكولا كسب الانتاج في الدقيقة 93. تمام، فدي كانت مفاجأة. الانتاج بيمر بظروف صعبة غير يعني غير المقاولين بصراحة. يعني المقاولين وبوتاجيت دي مفاجأة كبيرة جدا. تمام، لان المقاولين مفنش زي ما حضرتك قلت رابع ولعب افريقيا. تمام، بس المقاولين السنه دي غير السنه اللي فاتت. لكن الانتاج لا، اداؤه فعلا من بدايه الموسم يعني بعيد انا خالص. بعيد. يعني المقاولين ممكن تحس ان هو لا ممكن يرجع. الانتاج احساسي انا الداخلي مش حاسس انه ممكن يرجع. 9 نقط من 13 مش حاسس انه ممكن يرجع. يعني 16. اداء الانتاج ونتائج مش حاسس انه ممكن يرجع. يعني المقاولين ممكن في ماتشات ممكن يكسبها بيبقى في عدم توفيق، لكن الانتاج عكس كده. غير كده كمان كوكاكولا يعني الفترة الأخيرة وأنا متابع الممتاز به، لا فرقة كوكولا بدأ يبقى فيها لعيبة ودعموا بشكل كويس شهر واحد، وبدأ يبقى فيه دعم كويس جدا. ومعهم الكابتن تامر ماشي بشكل كويس لأن كان معهم قبل كده، فهم بدأوا يمشي كويس. تامر مصطفى بتاع المقاولين. اوكي، فبدأ يظبط القناة في أول سنة. فبدأ يظبط الفرقة بشكل كويس، حتى يمكن هو كان بعيد قوي قوي عن المنافسة. أعتقد كمان إن هو قرب، يعني بقى في الأربعة الأوائل، المركز الرابع. فهو مع الانتعاشة بتاعته مع الماتشات الكويسة اللعيبة بتاعته خدت ثقة بشكل كبير، مع أن الإنتاج كمان يعني ظروفه في الدوري غير جيدة. تمام، فأعتقد أن كولا استغلت الحتة دي. صحيح. ولعبت كورة على الإنتاج وكسبت في ماتش الكاس. طيب أخيرا يعني الاستغناء عن خدمات الكابتن محمد يوسف في البنك الأهلي ترى قرار صائب بعد طبعا الاسبوع، عشان نكون مدين الصوره كامله. بالنسبه له هو لعب 13 مباراه ب 36 نقطه، حصد 10 نقاط من ال 36. تجد انه قرار في مكانه بمنتهى الصراحه؟ لا طبعا، انا شايف انه قرار يعني صائب. ليه؟ لان فريق البنك الاهلي عنده كل الامكانيات وتوفر للجهاز الفني كل الامكانيات، واعتقد انه يعني صرفوا اكتر من انديه كتير في الدوري وجاب اللعيبه اللي هو عايزها. واكتر فرقه صاعده سيراميكا كليوباترا اللي صرفت اكتر فرقه. لا انا اعرف ان البنك الاهلي صرف رقم طبعا متاكد متاكد فالبنك الاهلي ايا كان حتى لو هو او سيراميكا جاب اللعيبه اللي هو عايزها. الشكل بتاع الانتاج بتاع فريق البنك الاهلي ما كانش على قد الامكانيات اللي اتصرفت او اللعيبه اللي موجوده كمان. فبالتالي كابتن محمد يوسف مدرب كبير، لكن ممكن يجي وقت يا كابتن مدحت خلاص يعني لازم تغير. يعني في أندية الأمور هتكر منها، مش هتعرف حتى هتضغط المدرب اللي بعد كده. إيه المانع إن أنا ألحق الأمور؟ أنا بحب الاستقرار،
وسيب الاستقرار المدرب. لكن لو انت شايف الامور كلها متشابهه وماشيه في اتجاه تحت، فبالتالي هنا وقت التغيير. التغيير بيبقى اصلح للنادي وللمدرب. المدرب ده ممكن يمشي، انا كمدرب ممكن امشي من حته مش موفق فيها اروح في حته تانية اوفق. في نفس الوقت النادي اللي انا مش موفق معاه ممكن يجيب مدرب تاني يبث الروح الجديده في اللعيبه، لان اللعيبه معظم الفرق اللي هي بتعاني دي محتاجه روح جديده، محتاجه وجه جديد، محتاجه مدرب جديد، محتاجه ممكن تكون شغل جديد، ممكن كل واحد ليه فلسفته. فبالتالي انا شايف ان قرار سليم من البنك الاهلي في مكانه يعني. طبعا في محله، لان فريق البنك الاهلي غاب عنه المكاسب بقاله فتره ما كسبش الا مباراه، والشكل مباراة ما كانش على سبع تعادلات وخمس هزائم بالظبط. فبالتالي يعني انت بتتكلم في فريق وصارف كويس، المفروض انه يبقى في الفرق اللي في المقدمه على الاقل في وسط الجدول. لا، الامور كانت مش مساعده، وده وارد في الكوره. فانا طبعًا شايف ان التغيير بيبقى اصلح للفرق اللي عندهم مشاكل. ممتاز. اذا يتبقى المسابقه الثقافيه الفنيه السياحيه، وطبعا الكباتن معلوماتهم غزيره جدا في كل الاتجاهات، هنستمتع بمعلومات في منتهى القوه، ولكن بعد الفاصل. موعد الثقافة الجامدة جدا جدا، طبعا الكباتن كل واحد قدام حضراتكم الباز، بسأل السؤال اللي بيعرف الأسرع بيدوس على الباز بديله الإجابة. تمام. الإجابة عليها نقطة، أوكي، أو درجة يعني. يلا. تمام. نبدأ السؤال الأول يا أحمد. هنا المحاولة، إمام عدى دخل جوه ال 18، حلوة من إمام، عرضية عرضية عرضية، وسيدي بن شرقي، سيدي بن شرقي على شرخاف وعندنا بن شرقي. ده طبعا اللاعب الكبير بن شرقي. السؤال، اسم النادي اللي كان بيلعب فيه بن شرقي قبل ما يجي الزمالك؟ يا سلام. طبعا مش لعيب في نادي الزمالك، لازم اتابعه. طبعا الهلال. الهلال السعودي، برافو عليك. طب وفي المغرب كان بيلعب فاكر فين؟ في الوداد. الوداد. طبعا من صح. من نجوم الوداد الكبار. طبعا. اول درجه للكابتن وائل قباني. يلا السؤال اللي بعده. طبعا ده بصوت عندليب بالتعليق رحمه الله عليه، طبعا الكابتن الكبير محمود بكر كان من اجمل المعلقين. طبعا 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 جميل، الله يرحمه. حاجه جميله والله، رحمه الله. كان عندنا اباطره في التعليق، طبعا كابتن محمود بكر، كابتن حمد امام، كابتن كابتن لطيف، كابتن ميمي الشربين، كابتن ميمي ربنا يديله الصحه والخير يا رب والعمر، حاجات جميله طبعا في التعليق ما شاء الله يعني. طيب احنا شفنا دلوقتي مباراة لانجلترا في كأس العالم 1990. السؤال، ما هو المركز الذي احرزته انجلترا في كأس العالم 1990؟ اتفضل. اصلا انا متابع كويس قوي. طبعا طبعا كأس العالم ده كانت مصر فيه. وانجلترا، كنا مع انجلترا ومع ايرلندا وهولندا. ايوه. وكملت انجلترا وكان معاهم جالي لينيكر كان هداف كأس العالم. وهم احرزوا المركز الرابع في كأس العالم 90. برافو عليك. في ايطاليا. برافو عليك ما شاء الله. لا ده النهارده جامدين قوي يا جماعه، جامدين قوي النهارده. يبقى 1-1. يلا اللي بعد. ممتاز. أول مشاركة لتونس في كأس عالم كانت سنة كام؟ أدي اختيارات، مادام سكتوا أدي اختيارات. هل هي سنة 78 82 86؟ اتفضل. 78. يا سلام عليك، يا سلام عليك. حاسس بقى ده أنا جاي النهارده وناويها. فاتتك انت عارف الإجابة؟ عارف طبعا، منتخب تونس ده. طب ايه، ما لحقتش الباص؟ لا ما انا حطيت ايدي بس، هو بسم الله ما شاء الله. هو بص انا حاطط ايدي جنب البتاع على طول عشان بس خلينا نتورك عالي قوي. الايد على الترابيزه. لا على الترابيزه. ما انا عارف كده، هو حاطط ايده هناك قريب. بس هو ايده سريعه شويه. سريعه طبعا يا جماعه. ايده طويله يا كابتن. الباص ده يا جماعه ده مش اي حاجه يعني، ده متصل بجهاز بحيث لو الكابتن وائل داس والكابتن كشري بعديه بثانيه
هنا ينور ويزمر، هنا ما يديناش اي حاجه، يعني مش هنحتاج للفار ابدا. اوكي، يبقى النتيجه دلوقتي كام؟ حتى الفار دلوقتي مشكوك فيه. أه؟ الفار مشكوك فيه دلوقتي. لا لحد دلوقتي كويس. لا لحد دلوقتي الفار كويس. الفار ده الباظ. ده الباظ. يلا السؤال اللي بعده. طبعا دي لقطة لجسور بحرية. ما هو أطول جسر بحري في العالم؟ الصمت الرهيب. أدي اختيارات. صعبة دي. أدي اختيارات. أطول إيه؟ أطول جسر بحري في العالم. ها؟ في إجابة؟ لا. مفيش. أدي اختيارات؟ أدي اختيارات، جهز إيدك على الترابيزة، محدش يرفع إيده. ماشي؟ هل هو جسر الملك فهد؟ جسر ووتر برو في كندا، يعني واحد في السعوديه عشان ما تتعبوش نفسك قوي، واحد في السعوديه، الثاني في كندا، الثالث جسر الدايناميك في استراليا. السعوديه، كندا، استراليا. ها، مش هتخسر حاجه. اعتقد في كندا. في كندا. طيب دي اجابه مش مظبوطه. هيتبقى السعوديه واستراليا. لو جاوبت صح هتاخد نقطه، لو جاوبت غلط هيتخصم منك نقطة، لأن فضل اختيارين. إذا كنت عندك روح المغامرة اديها. السعودية. برافو عليك. برافو عليك. جسر الملك فهد، مملكة العربية بيربط بين السعودية. بس أنا قلت غلطت. ده يا جماعة بيربط بين السعودية والبحرين، وطوله 25 كيلو متر، ومعلومة حلوة. حلو. طبعا. معلومة حلوة. هي الاحلى ان انا اللي خدتها. شوف روح المغامره. لانه كان هيرجع لواحد. بقى ثلاثة. استنى لما انا اقول. اللي بعد. عيون حبيبي خضري وخضر وخدود حبيبي حبيبي حمري وحمر وشعوم حبيبي صفري وصفار بربر يا اخويا بربر بربر يا اخويا فرفر يا اخويا اخويا فرفر. مين المطرب ده؟ صعبة. طيب بعدنا تاني يا كابتن. ها؟ يعدنا لو نفس الاغنية. لا هديكوا اغنية تانية له هتعرفوها. طيب ماشي. يلا يا عبد الظاهر. بطلوا ده واسمعوا ده يا ما لسه نشوفوا يا ما الغراب يا وقعتونا جوزوا أحلى يا ماما بطلونا واسمعونا. انت فات لنا حد. انا حافظ الأغنية كلها. والأغنية فرفر يا أخويا فرفر. طيب أدي اختيارات؟ يا ريت. طيب هل هو بس خلي بالك ما حدش يجاوب قبل الدوسه، قبل ما اكمل الثلاثة. وايدك على الترابيزه. لا انت ايدك اهو. ده انا ايدي. وريوني ايديكوا اهو. طيب هل هو سمير عثمان، محمود عثمان، عزيز عثمان؟ ها ادي. عزيز عثمان. برافو عليك. بل انت قلت عارفه يعني. انا عارف. انت قلت عارف. انت بدات بسمير عثمان وقلت الحكم. لا لا. انا جبت لك سمير ومحمود الله يرحمه كابتن محمود بقى تبقى دول حكام كبار. فاللي فضل عزيز. عزيز. لا انا اصل والله انا يعني عارفه بس ناسي الاسم بصراحه. بس لما تقال لي الاغنيه طبعا. لما تقال لي الاسم بطلودة واسمعوا. طبعا طبعا. هو من ال والاولانيه فرفر يا اخويا فرفر. فرفر 4-1 بس عشان ما انساش. لا لا النتيجه على الشاشه. 4-1 بس ما دام في العمر بقيه عندنا اسئله تقدر تتدارك بها الموقف. ماشي اوكي. اللي بعد. كم تبلغ طول المسافة التي يجب تسليم العصا فيها في مباريات أو في سباقات التتابع؟ يعني 4 في 100 مش عارف بتاع بيبقى في مسافة بيسلموا العصاية، تبلغ كام؟ اتفضل.
اعتقد 20 متر يعني. انا بتابع اصلي بحب يا سلام 20 متر. جبتها منين دي؟ لا انا بتابع العاب القوه 20 كل اللي كر انا بحب الرياضات جدا. العاب يعني لو اقول لك بتفرج يعني ما اعرفش انا بحب كل حاجه يعني تتعلق بالرياضه. لا والالعاب القوه بقى هي عروس الاولمبياد خلي بالك. جميلة دي يعني اطلق عليها عروس الاولمبياد من جمالها. بالظبط. وانا لعبتها انا كنت صغير بقى. تلعب ايه كنت؟ يعني ايام الدراسه بتاعتي كنت متر حاجات كده ولا دخلت وخدت تالت جمهوريه. في ايه؟ في السرعات كنت 100 متر يعني ولا في 100 متر لعبت 100 متر ولعبت ضاحيه يعني. لا كنت عشان كده كان لعيب كوره جامد. بس طلع مش سهل اهو. لا ده مش سهل. سخنت خليه في الرياضه. انا الرياضه ماشي. طيب لو اديتني اختيارات كده مش هعرفها. صحيحه طبعا. يبقى لو اديتني اختيارات مش هعرفها. صح. هي 20 متر يا كابتن وائل اللي بيجي يخش بيسلموا العصايه 20 متر ياخد منه العصايه ويكمل هو. معلومة حلوة برضه. طيب يبقى بقينا 4-2. اللي بعد ما هو الحيوان صاحب الثلاثة قلوب؟ في حيوان عنده ثلاث قلوب. احنا كل واحد فينا عنده ايه؟ قلب واحد. قلب واحد. والقلب يعشق ايه؟ كل جميل. كل جميل. جميل. مين الحيوان اللي عنده ثلاث قلوب يعني بيحب ثلاث مرات؟ فايه هو؟ طبعا بيقول يحب ثلاث مرات ده ايه كلام يعني؟ طيب ادي اختيارات ولا في اجابه؟ لا ادي اختيارات. اصلا في اجابه دوس. لا ادينا اختيارات. ادي اختيارات. هل هو الاخطبوط، الحوت، التمساح؟ اخطبوط، حوت، تمساح. يلا مين يسبق؟ ما عندكش فرصه الا تقول. الحوت. انا قلت الاخطبوط، الحوت، التمساح. ها الاخطبوط. الاخطبوط. برافو عليك والله العظيم. انا كنت عارف بس ما دوستش ليه. بس هو قال الحوت. انا بين الاثنين. قال الحوت. نرجع للفار. لا ما الفار انا هدي. قلت الاخطبوط. ماشي كمان هنا هتعترض هنا ولا ايه؟ اسمع مني والله. ماشي مفيش مشكله. ده انا هوريك. ده انا فوتلك. طب المزيكا اللي احنا شغلناها دي اللي عالم الحيوان. عالم الحيوان. عالم الحيوان. الاثنين عارفينها. بيجي يوم الجمعه هو احمد عبد القادر بيقول لي لو حد فيهم عرف المزيكا ايه نديله نقطه. انا قلت عالم الحيوان. برنامج شهير ده اصلا. 4-4. لا ما انا قلت برضه والله. 4-3. طب ارجع للفار هنا تلاقيه انا قلتها الاول. قلت على قال لك عالم الحيوانات. قلت له عالم الحيوان. شوف الفرق. واحد بس حيوان ولا الحيوانات؟ اللي بعد. اللي بعد. اجهزوا ايديكم على الترابيزه لان هتعرفوا اين تقع ساعه بيج بين الشهيره. اتفضل. لندن. برافو عليك. برافو عليك. ادرك التعادل. 4-4. ما شاء الله. وفاضل سؤالين. وفاضل سؤالين. 4-4. السؤال التاسع. ولا انا ايه؟ قول لي انت انا ايه؟ اختار لي بره. انت حبيبي يعني لسه حبيبي. انا كان لازم اقول لكم السؤال ايه قبل ما اطرح الاغنيه. فانا هقول السؤال دلوقتي وبعدين هطرح الاغنيه. هتسمعوا الاغنيه اللي انت سمعتوها دلوقتي. ورده الجزائريه في كلمه هتسكت فيها. السؤال ايه الكلمه اللي هي سكتت فيها؟ لا انا انتوا احنا لسه ما سالناش. انا هعرضها لسه. لسه انت حفظت حقك على فكره. ليه؟ طب ما احنا ما عرفناش ايه. احنا هي هنا قطعت فاحنا افتكرنا ان هي لما بتقول انت حبيب فافتكرنا السؤال على انت قلت لسه هتعرض الاغنيه. بس عشان برضو احتفظ حقك يا كابتن كوتشري. أيوه. هو احتفظ. طب هو انا عرفنا السؤال ايه؟ ما انا قلت الكلمه اللي سكتت فيها. خلاص انا عارف. طب انت عارف دلوقتي يعني؟ عايز تجاوب دلوقتي؟ اختار لي بره ونرسى عليه. اختار لي بره ونرسى عليه. طب ونرسى عليه. برافو عليه. طب برافو عليه. لا سمعها لنا على بعضيها. طب حاسب. حاسب ما انا قلت ده السؤال اول ما قطع. صح على فكره والله. ولا انا ايه؟ قول لي انت انا ايه؟ اختار لي بره ونرسى عليه. انت حبيبي يعني لسه حبيبي.
اغنيه جميله. اه طبعا بليغ حمدي. مين مطربك المفضل رجل او ست حاليا؟ انا بحب ام كلثوم جدا. ام كلثوم حاليا تفضلها عن اي حد؟ طبعا ام كلثوم دي اسطوره. في اغنيه معينه بتحبها؟ يعني احب لها غدا القاك، فات الميعاد، فات الميعاد، اراك عصي الدم، انت عمري، يعني من اجل عينيك. تحب الحاجات القديمه بتاعتها جدا جدا؟ تتكلم جد؟ اه والله. طب هقول لك ولا بلاش عشان ممكن يبقى فيه. طب قولها هو جاي. لا ممكن ممكن السؤال اللي جاي يحصل تعادل فيبقى فيه سؤال فاصل. ماشي أوكي. هقول فيه ببقي انا كوبليه اغنيه لام كلثوم وهسكت كلمه. ماشي ماشي اوكي. يبقى النتيجه دلوقتي كام؟ لام كلثوم اللي بيحبها يعني وخلاص. لا ما يقول حاجه. انت بتحب مين سعيد؟ لا خلاص بقى. لا انا عايز اسمع لك عبد الحليم علي. عبد الحليم. لو قال من عبد الحليم عبد الحليم علي خد بالك. عبد الحليم علي ولا حليم حافظ؟ حلو. اسطوره. طيب احنا كده كام بقى؟ 5-4 ها؟ 5 كابتن كشري. لا ده حسبت وائل. 4 كابتن كشري. حسبت عليا بلن ظلم. معلش. وانا مش توقعت يا باشا. فالتوقع ده لي برضه كابتن مدحت. عارف ان انا بتوقع بس هو توقع بصراحه. فانا هو داس ومن حقه انه ياخد السؤال. اتعرض اخر سؤال. اتفضل. تعالى تاني في الدور التحتاني. تعالى تاني في الدور التحتاني. يا كل احماضاني. القعدة هنية واللقمة شهية. دي القعدة هنية واللقمة شهية. وهنشفع أغاني. تعالى 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 تعالى. في إيدك على الترابيزة في كلمة. هو ده إفيه. كلمة هو سكت فيها. هي إيه؟ اتفضل. ونحل بسوداني. ونحل بسوداني. سهلة جدا. سقفة يا جماعة. سقفة يا جماعة. فيلم ده يعني ما ده فيلم عالمي. ده جامد قوي طبعا. سمعها لنا بسرعة على بعضها يا احمد. تعالى تاني في الدور التحتاني. تعالى تاني في الدور التحتاني. ناكل احماضاني ونحل بسوداني. دي القعدة هنية واللقمة شهية. دي القعدة هنية واللقمة شهية. لا لا الله يرحمه الفنان العظيم محمود عبد العزيز. كنت عارفها؟ أنا ربنا. انا بصراحه يعني حل بسوداني. كنت عارفها؟ لا 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 انا كنت هتحل بايه مره؟ انا كنت هفتكر هتقول فيلم ايه. كنت اقول لك فيلم الكيف. لكن ما كنتش عارف ان حل بسوداني. انا بسمع ام كلثوم. هو بيسمع. لا لا لما قطع برضه يا كابتن عرفت ان دي هتحصل. بس انا الفيلم ده كمان بحبه جدا يعني. هو طبعا الفيلم الحلو بعد الكشري يعني. طيب يبقى كده الكابتن وائل فاز 6-4. فاضل صح كده؟ فاضل سؤالين. لا خلاص ليه مش قلت اقول على ام كلثوم؟ خلاص يا نجم. ده لو انت كسبت بقى. ما انا لحقت نفسي. لو حصل تعادل هكتب بقى هنا اهو فاز. ايوه كابتن وائل جمعه. وائل الأباري. ده عبد الحليم علي. ده في برضه ده عبد الحليم علي. على كابتن احمد كشري 6-4. ده بص ده انا في الافلام بقول لك ايه هحطها على برواز العربي. النهارده كام بقى يا كوتش؟ النهارده 18 ولا بقى اليوم بتاع؟ لا 18 اللي هو ميعاد الحلقه. بص يا نجم هحطها على البرواز. لا والله. وهاجي لك عندك هناك. او حطها على صفحتك على طول. مبروك يا كابتن وائل. مبروك يا كوتش. تقدر تاخد منه دي بقى. بص كل ماتش خماسي مع الكابتن مدحت لازم اطلعها له افكره بالحلقه. احنا بنلعب مع بعض خماسي على طول. لا ما انا عارف. انا كابتن وائل حاجه جميله. ما لعبت معاك ايام الشرطه بقى. ايام الشرطه. كابتن وائل شرفت ونورت حبيبي يا كابتن. ربنا يخليك. وكنت سعيد ان انا موجود معاك ومع الكابتن احمد النهارده. يا ربنا يخليك كابتن احمد كشري. شرفت ونورت حبيبي يا كابتن مدحت. انا اتشرفت بحلقه جميله مع حضرتك ومع طبعا الكابتن وائل. يعني اتشرفت بيكم. بس مش عايزك تزعل من الخساره. لا لا ازعل ايه؟ لا لا انا كسبت. اديك 100 مره. انا قلت الاسئله الصعبه انت قلت السهل. اديك النص اللي مش مكتوب عليه. بمشيئة الرحمن نلتقي يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.